اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. هنكمل مع بعض في الريدكشن للمالتيبل سب سيستم او الكومبلكس سيستم، ودي الحلقه الثالثه من البلوك دايجرام ريدكشن. وحلقه النهارده هنغطي ما يقرب من 6 امثله من مثال 8 لمثال 13، وده استكمال للفيديو السابق. طبعا عشان تسمع فيديو النهارده لازم تكون سمعت اول فيديو الخاص بالبلوك دايجرام ريدكشن، وشرحنا فيه الاساسيات لعمل ريدكشن لاي بلوك عندي. نبدا بمثال 8. مثال 8 بيقول لك في الشكل اللي قدامك ده عايز احول الكومبلكس سيستم ده لسنجل ترانسفير فانكشن اللي هي سي على ار. نبص مع بعض كده للبلوك اللي قدامنا هنا. للوهله الاولى هنلقى جي 3 وجي 4 اصلا الاثنين داخلين على صامينج مجموعين، والاثنين ليهم نفس الانبوت. لو بصينا كده ليهم نفس الانبوت، يعني الاثنين دول عباره عن بارل. بارل اللي عندي يبقى بجمع الاثنين عادي، يبقى اقول الناتج بتاع دول عباره عن جي 3 زائد جي 4. لو بصينا تاني هنلقى هنا ايه؟ الجزء ده ممكن يبقى كلوزد لوب. كلوزد لوب في خطا. ليه؟ لان في بيك اوف. قلنا عشان ده يبقى كلوزد لوب لازم ما يبقاش في بيك اوف بين البلوك والسامنج هنا. يبقى عندي مشكله في البيك اوف. هنقولها فين؟ يمين اتخلص منها عشان اقدر اخلي البلوك عندي بسيط. يبقى هنقولها يمين زي ما انتم شايفين كده. عشان انقل بيك اوف زي ما شرحنا سابقا ان انا عندي النقطة دي هتتنقل يمين. لما تتنقل يمين يبقى بص على شمال النقطة. يبقى طول ما النقطة هتتنقل يمين يبقى اقول مين الشمال في الاتنين؟ الشمال اللي هي النقطة دي. الخارجة وقتها كان ايه؟ كان بواحد. يجي هنا الخارج بواحد. لما يتنقل يمين يبقى ما زلت ببص من نفس النقطة. الخارج هنا هيبقى ان الانبوت ده هيتضرب في جي 7 عشان يطلع هنا، يبقى الانبوت هيتضرب في جي 7 عشان يطلع هنا، يبقى اجي في المسار الفرعي اقسم على جي 7 عشان اتخلص من تاثيرها الزياده، يبقى عندي ده بي كلوزد لوب. عندي هنا المسار ده متاخد من نفس النقطه، لو انا نقلته كده او عزلته ما عملتش حاجه، يبقى كده صح. يجي هنا هيبقى قدامي ده عباره عن كلوزد لوب. اخلصه ازاي؟ هيبقى عندي الترانسفير فانكشن بتاعته اللي هي الفورورد جي 7 على واحد عكس الاشاره بتاعت الفيدباك. الفيدباك راجع بالسالب تبقى موجب، وهضرب دي في دي اللي هي جي 6 في جي 7 تطلع بالشكل اللي قدامك ده. اختصرها تطلع كده. لو بصينا هنا البلوكين دول ده هنضربهم في بعض عادي خالص، الاثنين سيريز اضربهم في بعض يطلع بالشكل ده. واحد هيروح يقول لي انا اعمل ده عباره عن كلوزد لوب. في مشكله، المشكله ان انت بعد السامنج في بيك اوف هنا، يبقى ده ما ينفعش يبقى كلوزد لوب. اعمل ايه؟ يبقى البيك اوف دي هنقولها اوديها فين؟ هوديها يمين عشان اتخلص منها. طبعا ما ينفعش اوديها شمال لان ما ينفعش ابدل بين السامنج والبيك اوف، فانا هنقولها يمين. طب هتنقلها يمين يبقى عندي نقطتين، النقطه دي النقطه الاولى والنقطه الثانيه ناحيه اليمين. مين الشمال فيهم؟ الشمال اللي عند السهم دي، الشمال اللي عند السهم هنا. يبقى اجي في الحاله الاولانيه من النقطه دي طالع هنا، يبقى الخارج طالع مباشره. لما تتنقل يمين يبقى من الدخل هنا للخارج هيبقى الدخل يتضرب في البلوك ده عشان يطلع هنا. في تاثير البلوك ظهر عندي، يبقى اضرب في المسار الفرعي هنا في مقلوب البلوك ده عشان اتخلص منه. يبقى اجي اضرب في المسار هنا في مقلوب البلوك، انا ضربت في مقلوب البلوك هنا. يبقى وقتها اقول ان المسار ده والمسار ده عباره عن مسارين توازي بيتجمعوا، الخارج بتاعهم بيتجمع والاثنين ليهم نفس الانبوت، يبقى المسارين دول توازي. توازي يبقى هجمع الاثنين او اجمع كل واحد باشارته. تمام، هجمع الاثنين عادي خالص جمع جبري، ده الناتج بتاعهم احطه هنا كده مفيش مشكله كده. بعد كده يا اما هتخلص دي عباره عن فيدباك وتخلص الناتج عادي، يا اما هحل بطريقه ثانيه. انا هبدل بين البلوك ده والسامنج. لما هبدل هنا التبديل بين البلوك والصامنج ده الاثنين هياخدوا مكان بعض، فيجي النقطه دي دايما ببص على النقطه دي اللي هي اقصى يمينهم، اقصى يمين الاثنين. دايما لما تبدل بين بلوك وصامنج ببص الحاجتين، ببص اقصى يمين او الحاجتين اللي هيتبدلوا مع المسار الفرعي. نيجي للحاله الاولى. الحاله الاولى هنا المسار الفرعي عندي تأثيره في الخارج رايح مباشرة، يعني الدخل هنا رايح للخارج مباشرة مش مضروب في حاجة. لكن لما تيجي تبدل هيجي المسار الفرعي هنا هيروح للخارج اللي هو النقطة دي الأصلية، هيروح للخارج عن طريق إن هو يتضرب في جي واحد. يبقى المسار الفرعي اللي هنا هيتضرب في جي واحد عشان يروح للخارج. كده في ظهر تأثير عندي البلوك جي واحد في المسار الفرعي، يبقى ألاشي تأثيره عامل إيه؟ يبقى وقتها أقسم على جي واحد في المسار الفرعي عشان ألاشي تأثيره. يبقى تاني هبدل بين السامنج والبلوك عندي، يبقى لازم أبص للمسار الفرعي وأبص كمان في النقطة أقصى اليمين بتاعهم، يمين الاثنين. الخارج هنا مباشرة من الانبوت ده رايح مباشرة مضروب في واحد، اما بعد التبديل فالخارج اللي هنا نتيجة الانبوت ده هيتضرب في جي واحد. عشان الاقي تأثير جي واحد اللي ظهرت عندي
اقسم في المسار الفرعي على جي واحد تطلع بالشكل اللي قدامك ده. اعتقد بقيت سهله اهي. ممكن اعمل ايه بعد كده؟ انقل السهم ده شمال لان الاثنين سامنج ورا بعض ومفيش بينهم اي حاجه ولا بلوك ولا بيك اوف، يبقى الاشاره دي ممكن تتنقل شمال عادي خالص. نيجي هنا الاشاره دي داخله بالموجه وطالعه راحه للبلوك، يبقى مفيش اي تغيير فيها. ممكن اشيلها وامسح السامنج دي واحط سهم. هنروح نضرب جي واحد في البلوك كده واخلصها تطلع بالشكل ده. ركز معايا كده، عندي هنا المسار ده والمسار ده الاثنين ليهم نفس الانبوت، الاثنين بيتجمعوا جمع جبري كل واحد بشرطه، يبقى الاثنين بارل. عشان اخلص دي هتشوف انت هتعمل فيدباك سالب ولا موجب. انا هخلي الفيدباك سالب. لما تخلي الفيدباك سالب يعني البلوك السالب البلوك ده اشارته راجعه سالب يتاخد عكس اشارته، يبقى تاني طول ما تجمع مسارين والاشارتين مختلفين هتخلي الفيدباك بالسالب، يبقى امسك البلوك ده اللي اشارته سالبه اعكسها اخليها موجب، وده اشارته موجبه اعكسها اخليها سالب، واجمع الاثنين جمع جبري. يبقى تاني انا خليت الفيدباك بالسالب اهو، البلوك الاول اللي هو كان بالسالب عكست اشارته خليته موجب، البلوك اللي فوق كان اصلا موجب ضربته في سالب عشان يطلع لي نفس الناتج. ركز معايا كده، يبقى البلوك اللي تحت اهو راجع بالسالب، البلوك اللي فوق راجع بالموجب، يبقى انا هخلي الفيدباك بالسالب، البلوك اللي اشارته سالبه تتعكس تبقى موجب، والبلوك اللي اشارته موجبه تبقى سالبه. الكلام ده امتى؟ في الناتج في المحصله او تخلي الفيدباك بالسالب. يبقى عندي عباره عن كلوزد لوب عادي خالص، ده الفورورد جي وعندي الاتش دي، يبقى هقول الكلوزد لوب عباره عن الفورورد اللي هي جي على واحد عكس الاشاره اللي هنا، الاتش في الجي هتعوض عن الاتش والجي وتخلصها تطلع بالشكل ده. نروح للمثال رقم 9. هنبص المثال 9 نفس المطلوب سنجل ترانسفير فانكشن اللي هي سي على ار. هنلقى جي 6 وجي 7 من الرسم سيريز، سيريز يعني اضربهم في بعض جي 6 في جي 7. لو بصينا هنا ان المسار ده والمسار ده ليهم نفس الانبوت والخارج بتاعهم بيتجمع، يبقى ده عباره عن بارلل. اعمل ايه؟ يبقى اجمعهم جمع جبري عادي كل واحد بشرطه، جمعتهم اهو. لو لاحظنا البلوك ده والبلوك ده عباره عن سيريز، يبقى يتضربوا في بعض عادي، ضربتهم اهو. هنلقى هنا ده ممكن تقول لي الخارج جاي من هنا بعد كده ايه راجع تاني بالسالب، هقول لك كلوز لوب، هقول لك غلط لان في بيك اوف هنا. حل المشكله دي ازاي؟ يبقى في البدايه السي عباره عن فوق، ممكن هنقولها خليها تحت مفيش مشكله، هي نفس النقطه لان دي عباره عن بيك اوف في نفس النقطه. تمام، البيك اوف دي عامله لي مشكله، يبقى نقولها فين؟ لو نقلتها شمال يبقى انت بتقربها من السامنج، نقولها في اتجاه اليمين عشان احل المشكله. يبقى البيك اوف عندي هنقولها يمين، يبقى هنقولها يمين، فين النقطه الشمال فيهم في الاثنين؟ يبقى مكان السهم. يبقى اجي الحاله الاولى من هنا للسهم ده يبقى مضروبه في واحد، لما تتنقل يمين يبقى من النقطه دي هتضرب في جي 5 عشان تطلع هنا. خلي بالك اتضربت في جي 5، يبقى اروح للمسار الفرعي واقسم على جي 5 هنا عشان اتخلص من تاثير جي 5. هنلقى هنا عندي المسار ده والمسار ده زي ما انتم شايفين بيقوا بارلل، ليهم نفس الانبوت والاثنين مجموعين، يبقى ممكن اخلصهم ان انا اجمعهم عادي. هنلقى جي 1 وجي 5 عندي عباره عن سيريز، ممكن اضربهم في بعض. وهنبص هنا هنلقى المسار اللي فوق والمسار اللي تحت الاثنين ليهم نفس الانبوت والاثنين بيتجمعوا جمع جبري، يبقى ممكن اقول هنا جي 8 والبلوك ده اجمعهم بس كل واحد باشارته. ركز معايا كده، هتخلي الفيدباك بالسالب، يبقى اخد جي 8 بعكس الاشاره، يبقى بدل ما داخله بالسالب تبقى بالموجب، وعندي ده داخل بالسالب يبقى اخليه بالموجب، يبقى اخلي الفيدباك بالسالب واخد كل بلوك بعكس الاشاره واجمعه. طيب وجي 1 جي 5 سيريز قلنا اتضربوا ببعض، يبقى بي كلوزد لوب. الفورورد عندي عباره عن جي 1 جي 5 هسميها جي، البلوك ده عباره عن اتش، يبقى عندي جي على واحد اللي هي عكس الاشاره اتش في جي، تخلص دي تطلع بالناتج ده. نروح لمثال 10. مثال 10 سهل جدا، لو بصينا كده في المساله اللي قدامك دي هنلقى جي 2 وجي 3 الاثنين مجموعين ليهم نفس الدخل، يبقى عندك الاثنين دول عباره عن بارل. ولو بصينا ناحيه اليمين هنلقى هنا كلوزد لوب، مفيش بيك اوف هنا ولا في اي حاجه، يبقى ده كلوزد لوب صريح. نحل ده كلوزد لوب ازاي؟ الفورورد عندي جي 6، الفيدباك بواحد، يبقى اقول واحد عكس اشاره الفيدباك اللي هي تبقى موجب، اضرب جي 6 في واحد، اخلص دي واحطها هنا. نرجع تاني، قلنا ان الجزء ده عباره عن فورورد، يبقى المحصله بتاعته جي 2 زائد جي 3. هبص كده، ده ممكن يبقى كلوزد لوب؟ لا غلط، ليه؟ في بيك اوف بعد السامنج، يبقى احاول اتخلص منها. اتخلص منها ازاي؟ ان انا انقلها يمين، يبقى عندي البيك اوف دي هنقلها يمين، فين الشمال بتاعها بتاع النقطتين؟ هيبقى هنا عند السهم. يبقى الحالة الأولى الخارج هنا طالع واحد مباشرة من هنا، أما في الحالة الثانية من الإنبوت هنا للخارج، من الإنبوت للخارج اتضرب في جي 2 زائد جي 3، اتضرب في البلوك ده كله، يبقى أجي في المسار الفرعي أضرب في مقلوبه، أضرب في مقلوبه
انا ضربت في المقلوب اهو طلع بالشكل ده. بص معايا كده، يبقى هنا الشكل بقي سهل خلاص، بقي ده عباره عن كلوزد لوب صريح. يبقى الفورورد ده والفيدباك جي 1، يبقى الفورورد جي 2 زائد جي 3 على 1 عكس الاشاره بتاعت الفيدباك، هضرب جي 1 في البلوك تطلع بالشكل ده، هخلصها واعوض عنها. لو جينا لهنا البلوك ده مع البلوك ده هتلقى ليهم نفس الانبوت، والخارج بيتجمع على الصامنج بجمع جبري كل واحد بشرطه. يبقى الاثنين دول عباره عن ايه؟ بارلل. اجمع جي 5 زائد البلوك اللي هنا كل واحد بشرطه طبعا، يطلع الناتج بالشكل ده. اعوض هنا، بقيت الشكل صريح وسهل جدا. هضرب الثلاثه في بعض هسميهم جي ايكويفالنت، هضرب دول في بعض هسميهم جي ايكويفالنت 6. ناتج الضرب اهو، عملت المحصله بتاعته. لو بصينا ده بي اي كلوزد لوب سهل جدا، عندي جي ايكويفالنت 6 انا جايبها وجي 7 ده فيدباك، يبقى عندي الكلوزد لوب عباره عن فورورد جي ايكويفالنت 6 على 1 عكس الاشاره جي 7 في جي ايكويفالنت 6. هعوض عن جي ايكويفالنت 6 وابتدي اخلصها. خلي بالك هنا الشكل هيبقى كده، مقام البسط عباره عن قوسين ومقام المقام عباره عن قوسين، اضرب المعادله بسطا ومقاما في القوسين دول ويطلع الناتج بالشكل ده. نروح لمثال 11 عندنا في الشكل اللي قدامنا ده. لو حاولت تحل دي عباره عن كلوزد لوب هنا هتلقى عندك، ركز كده، هيطلع الخارج هنا وراجع مضروب في البلوك وراجع بالسالب، مفيش مشكله. لا غلط، ليه؟ اتفقنا ان الفيدباك عندك لازم يبقى بعد البلوك مباشره، ما يبقاش فيه صامنج عند الخارج، لا بعد البلوك ويرجع مباشره عشان يبقى فيدباك، يبقى ده مش فيدباك. طب هنا فيدباك، لا في بيك اوف هنا، عندي مشكله اعمل ايه؟ يبقى ابتدي انقل البيك اوف عندي. ركز معايا كده، هنقل النقطه الاولانيه دي البيك اوف اللي فوق دي اللي هنا دي، هنقولها يمين. هتنقلها يمين، يبقى مين الشمال بتاعهم؟ الشمال بتاعهم النقطه دي، كان الخارج في الفرع طالع مباشره بواحد. لما تنقلها يمين يبقى من الدخل هنا من النقطه دي هتضرب في جي 3 عشان تطلع في المسار الفرعي. خلي بالك كلمه اتضربت في جي 3، يبقى اجي في المسار الفرعي اضرب في المقلوب، اضرب في مقلوب جي 3، يعني اقسم على جي 3. خلصنا من الاول. طيب ما زالت برضو في مشكله، النقطه دي بيك اوف هنا، عايز انقلها، هنقلها فين؟ هتنقلها هنا، ما عملتش حاجه، المشكله ما زالت قائمه. يبقى انا هنقولها اقصى اليمين، هنقولها اقصى اليمين، يبقى النقطه هنا في الاول هنقولها اقصى اليمين. مين الشمال في الحالتين؟ شمال الحالتين ايه؟ اللي هي النقطه اللي عند السهم، بالتالي هيبقى الخارج في الفرع هنا مباشره من النقطه دي مضروب في واحد. لما نقوله اقصى اليمين يبقى من نفس النقطه دي هضرب في جي 2 في جي 3 عشان اطلع الخارج في المسار الفرعي. ضربت في جي 2 في جي 3، يبقى اجي هنا في المسار الفرعي اقسم على جي 2 في جي 3 عشان اتخلص من التاثير اللي ظهر عندي. يبقى عندي برضو هنا ممكن تخلص دي كلوزد لوب اهي، الخارج راجع مباشره وراجع الصامنج، تخلص دي كلوزد لوب صح مفيش مشكله، والناتج اللي يطلع خلصه كلوزد لوب مع دي وخلص المساله. او انقل دي ناحيه اليمين، هنقولها ناحيه اليمين، يبقى النقطه دي بيك اوف، هنقولها ناحيه اليمين. يبقى مين الشمال بتاع النقطتين؟ عند السهم، من النقطه دي للخارج الفرعي ده مضروب في واحد. لما نقوله يمين يبقى من الدخل ده هيضرب في جي 3 عشان يطلع عند الخارج الفرعي. اعمل ايه؟ خلي بالك الضرب في جي 3، يبقى اجي في المسار الفرعي اقسم على جي 3. يبقى عندي الموضوع سهل هنا. لو ركزنا هنلقى هنا الاثنين دول ليهم نفس الانبوت، البلوكين دول، ورايحين على الصامنج مجموعين جمع جبري كل واحد بشرطه، يبقى دول عباره عن بارل. لو انت هترجع الفيدباك بالسالب يبقى اخد ده عكس الاشاره تبقى موجب، وده اخد عكسه يبقى موجب، يبقى اخلي الاثنين موجب وارجع الفيدباك بالسالب. لو انت هترجع الفيدباك بالموجب، بالموجب يبقى اخد كل بلوك باشارته زي ما هو ما عكسهاش. انا هرجع الفيدباك عندي بالسالب، يعني اخد كل بلوك واعكس اشارته، يبقى المحصله عباره عن ناتج كل بلوك في عكس اشارته، بعكس اشارته، والسالب يبقى في الفيدباك عندي او في الناتج النهائي. لو انا رحت للبلوكين اللي فوق برضو هنلقى الاثنين ليهم نفس الانبوت وراجعين على الصامنج بوينت، الاثنين راجعين بالسالب، يبقى طول ما هترجع الفيدباك بالسالب اخد البلوك ده بالموجب والبلوك ده بالموجب واجيب الناتج، يبقى ده بالموجب ده بالموجب اجمعهم وارجع الفيدباك بالسالب. لو هترجع الفيدباك بالموجب يبقى اخد كل بلوك باشارته، خلص اللي فوق تطلع بالشكل ده. ركز معايا كده، يا اما تخلص دي كلوزد لوب وتخلص المساله عادي، يا اما هبدل ما بين جي 1 والصامنج اللي هنا دي. عشان تبدل يبقى ابص على حاجتين، المسار الفرعي، قلنا المسار الاساسي مش بيتاثر في التبديل، المسار الفرعي هو اللي بيتاثر. عشان ابدل بين جي 1 والصامنج دي ابص على المسار الفرعي وابص على النقطه بعد الاثنين، مش الاثنين دول هيتبدلوا، النقطه بعد الاثنين هنا. في الحاله الاولانيه المسار الفرعي ده هيروح للخارج مضروب في واحد، اول ما تبدل يبقى ما زلنا عند نفس النقطه ونفس المسار الفرعي. هاجي من المسار الفرعي للخارج
يبقى من المسار الفرعي اتضرب في جي واحد عشان يطلع الخارج، والمفروض يتضرب في واحد. هنا المسار الفرعي اتضرب في جي واحد عشان يطلع عند الخارج، يبقى كده في جي واحد ظهرت في الكلام او في التأثير. يبقى لاش تأثيرها ازاي؟ ان انا باجي في المسار الفرعي ده اضرب في مقلوبها، يبقى اجي هنا اضرب في مقلوب جي واحد اللي هو واحد على جي واحد. بالشكل سهل جدا. لو لاحظنا اتنين سامينج بوينت ورا بعض، هنا داخل بالسالب، طب ممكن انقل السهم ده على السامينج بوينت بتاعت الشمال، مفيش مشكلة، يتنقل عادي، هيبقى ناحية الشمال كده. خلي بالك الخارج اللي هنا طالع بالموجب، طالع مباشرة رايح للبلوك، يبقى مفيش أي تغيير عليه، يبقى ممكن أشيله وأحط سهم مباشرة. هنلقى عندنا البلوك ده والمسار اللي فوق والفيدباك اللي هو اليونيتي ده، التلاتة ليهم نفس الانبوت ورايحين على نفس السامنج، يبقى ده عبارة عن بارل. لو انت رجعت الفيدباك بالسالب، يبقى اخد البلوك ده اضربه في عكس الاشارة يبقى موجب، البلوك ده اضربه في عكس الاشارة يبقى موجب، الفيدباك اللي هو واحد وراجع بالسالب اضربه في عكس الاشارة يبقى موجب. يبقى اخد التلاتة بلوكات مجموعين زي ما انت شايف واخلي الفيدباك بالسالب. انا هرجع الفيدباك بالسالب، رحت انا جامع التلات بلوكات عادي. عندي جي واحد جي اتنين جي تلاتة دول سيريز، اضربهم في بعض واسميها جي. دي كلها هسميها الفيدباك اللي هي الاتش توتال، عندي عباره عن المحصله بتاعتها. يبقى ده عباره عن كلوزد لوب. الفورورد دي كلها عباره عن جي على واحد عكس الاشاره اللي هنا، اضرب الاتش في الجي اللي هنا وخلصها بعد التعويض. هنروح لاكزامبل 12، عايز يونيتي فيدباك سيستم، يعني الشكل اللي قدامك ده حوله له اليونيتي فيدباك سيستم. ايه يونيتي فيدباك سيستم؟ يعني مرجع من الخارج للداخل او من الخارج للسامنج بوينت باشاره سالبه الجين بتاع المسار ده بواحد. يعني هو عايز من الاوتبوت رايح للسامنج بالسالب راجع الجين بتاع المسار ده بواحد، بمعنى ان انت عندك البلوك ده، كل البلوك ده فيه ترانسفير فانكشن وفي مسارات كتير، المسار الوحيد اللي راجع باليونيتي فيدباك اللي هو ده، يعني بيقول لك سيب المسار اليونيتي ده زي ما هو واختصر الباقي. اختصر الباقي دي معناه فايند يونيتي فيدباك سيستم، يعني تختصر البلوك ده وتسيب المسار بتاع اليونيتي. لو احنا بصينا هنلقى البلوك ده وده ليهم نفس الانبوت والاتنين مجموعين هنا، مجموعين جمع جبري، بس خلي بالك خارج البلوك ده رايح مره فوق ورايح مره تحت، يعني اكنه البلوك ده متكرر مرتين. يبقى انا هاخد السهم ده اللي هو 2 اس اللي طالع هنا 2 اس بالموجب، خلي بالك، واللي هنا ده داخل بالموجب، اجمع الاتنين مع بعض يبقى اس و2 اس يبقى 3 اس، بس امسح السهم اللي هنا فقط. ليه؟ لان نفس الخارج هنا نازل تحت، فما ينفعش تمسح لتحت، اكن البلوك ده مكرر، اخدت البلوك الاول مع اللي فوق، البلوك الثاني زي ما هو تحت. هيبقى عندي هنا الجزء ده عباره عن فيدباك، ادي الخارج راجع مباشره على الصامنج، يبقى ده عباره عن فيدباك صريح ما فيهوش مشكله. الفورورد اس هقول واحد زائد اللي عكس الاشاره اس في واحد، تطلع بالشكل ده اعوض عنه. هبص تاني هنلقى ده عباره عن فيدباك، الخارج راجع اهو على الصامنج، يبقى الجزء ده ممكن امسحه واخليه فيدباك. هتقول لي ما في نفس النقطه دي هنا راجع، هقول لك لا، ما النقطه دي عباره عن السي، ممكن انزل النقطه دي اخليها تحت هنا. يبقى عندي الفيدباك ده المسار الامامي، يبقى المسار الامامي على واحد عكس الاشاره عشان راجع بالسالب يبقى موجب، المسار الامامي اضربه في واحد اخلص ديت، تبقى واحد على اس زائد 2. اعمل ايه بعد كده؟ لو لاحظنا هنلقى هنا في سامنج وهنا سامنج، طب السهم اللي داخل بالموجب هنا ينفع ادخله على السامنج اللي فوق؟ اه، داخل بالموجب اسحبه فوق بالموجب، لان الاثنين سامنج ورا بعض ومفيش فاصل ما بينهم ولا بلوك ولا بيك اوف، فينفع السهم اللي داخل هنا ينفع انقله فوق. قبل ما انقل السهم الاثنين سيريز اضربهم في بعض عادي، هنقل السهم فوق، تمام؟ ركز معايا كده، انا نقلت السهم فوق اهو، هيبقى السامنج هنا، ما تمسحش السامنج اللي هنا على طول، الخارج اللي هنا مضروب في سالب ورايح على السامنج بالموجب، معنى كده ان الخارج اللي هنا هيتغير اشارته ويروح على السامنج بالموجب، يبقى ممكن السالب دي انقلها فوق، يعني الخارج هيضرب في سالب واحد ويروح على السامنج بالموجب، لا مباشرة انقل السالب فوق مفيش مشكلة. يبقى عندي هنا المسار ده والمسار ده ليهم نفس الانبوت، الاثنين مجموعين جمع جبري، يبقى عبارة عن سيريز، اجمع الاثنين عادي. هنلقى ده عبارة عن كلوزد لوب، ده الفورورد عندي وده الفيدباك وراجع الفيدباك بالسالب، ممكن اخلص ده. خلصه ازاي؟ الفورورد اهو على واحد عكس الاشارة، هضرب الفورورد في الفيدباك تطلع بالشكل ده، اخلصها تطلع بالشكل ده، هضرب الاثنين دول في بعض واخلصها، يبقى ده عبارة عن الجي. هي كده المسألة يعتبر خلصت، اضرب الاثنين في بعض يبقى كده يونيتي فيدباك، شايف السهم ده راجع اهو وراجع بالسالب، يونيتي فيدباك، هو عايز يونيتي فيدباك سيستم، يبقى الشكل كده خلص. انا هضيف على المسألة ان انا عايز الترانسفير فانكشن، اجيبها ازاي؟ يبقى ده كلوزد لوب عادي،
الفورورد عندي عبارة عن الجي اللي هي دي، الاتش عندي بواحد، يبقى القانون عبارة عن الجي الفورورد على واحد عكس الإشارة الاتش في الجي، هتعوض عن الجي وعن الاتش عندك تطلع بالشكل ده النهائي. نروح لمثال 13. في مثال 13 في السيستم اللي قدامك لو لاحظنا هنلقى فيه 2 انبوت ناحية الشمال، في 2 اوبوت ناحية اليمين، يبقى السيستم ده عبارة عن مالتي انبوت مالتي اوبوت. ما ينفعش اعمل ريدكشن للشكل اللي قدامك ده لسنجل ترانسفير فانكشن او سنجل انبوت سنجل اوتبوت. غلط. ليه؟ لان هو السيستم اصلا مالتي انبوت مالتي اوتبوت، فما ينفعش اعمل ريدكشن لسنجل ترانسفير فانكشن. فهو بيطلب مطاليب فرعيه، يعني يقول لك مثلا ايه، سيتا 21 وسيتا 22 دول الخارج، سيتا 11 وسيتا 12 دول الداخل. يقول لك مثلا عايز ترانسفير فانكشن اللي هي سيتا 22 على سيتا 11، سيتا 22 يعني الخارج الثاني على سيتا 11 اللي هو الداخل الاول. هيطلب متطلبات فرعيه. طيب عشان اجيب اي ترانسفير فانكشن هو محتاجها لازم اعمل ريدكشن للبلوك اللي قدامك ده. اعمل ريدكشن يعني اختصره شويه. لو بصينا للشكل اللي قدامي ده، احاول ده فورورد والخارج هنا راجع بالسالب، يبقى اقول ده كلوزد لوب. غلط. في بيك اوف في النص هنا، يبقى احاول انقل البيك اوف دي. هنقولها فين؟ هنقولها يمين. هنقولها يمين. فين الشمال بتاع النقطتين اللي هو قبل وبعد؟ هيبقى النقطه دي، ما هي يمين اهو وادي الشمال. فين الشمال بتاع الاثنين اللي هو النقطه دي؟ يبقى من النقطه دي للمسار الفرعي طالع بواحد، مفيش مشكله. طب لما تنقلها يمين ايه اللي يحصل؟ يبقى النقطه دي هتتضرب في جي 3 عشان تطلع هنا، يبقى احاول الاشي تاثيرها في المسار الفرعي. ظهرت عندي في المسار الفرعي يبقى مضروبه في جي 3، اقسمها على جي 3 في المسار الفرعي عشان الاشي تاثيرها. يبقى كده الموضوع سهل. نروح برضو ده عباره عن كلوزد لوب، ممكن تيجي البلوك كده اضرب الاثنين دول في بعض وارجع ده عباره عن فيدباك كلوزد لوب، مفيش مشكله صح. او ممكن انقل النقطه دي بيك اوف، انقلها فين؟ يمين. قبل ما انقلها اللي هي هنا وهتتنقل يمين هنا، من الشمال بتاع الاثنين اللي هو النقطه دي. النقطه دي بالنسبه للمسار الفرعي خرجها واحد، لما تنقلها يمين يبقى من نفس النقطه هنا اللي اتنقلت منها هتضرب في جي 6 عشان تطلع في المسار الفرعي. خلي بالك اتضربت في جي 6، يبقى اجي في المسار الفرعي اقسم على جي 6 عشان الاقي تاثير. ركز معايا كده، جي 1 جي 2 جي 3 سيريز اضربهم في بعض، وعندي كمان جي 4 جي 5 جي 6 عندي سيريز اضربهم في بعض. نروح فوق تاني، شايف الشكل ده بيكلوزد لوب. اختصر الشكل اللي فوق ده عباره عن كلوزد لوب. عندي الاوتبوت اهو راجع بالسالب، يبقى دي عباره عن الفورورد، الفورورد على واحد عكس الاشاره، الفورورد في واحد عشان الفيدباك بواحد. اختصر دي تطلع بالشكل ده. نيجي هنا هتختصر دي عباره عن كلوزد لوب صح، مفيش مشكله. بس بص كده، سامنج وسامنج الاثنين سامنج ورا بعض مفيش فصل ما بينهم. طب ما السهم ده بالموجب ما احطه ناحيه الشمال، يبقى انا السهم الموجب ده ناحيه الشمال، انقله كده صح مش غلط. هنلقى الخارج هنا مضروب في موجب وطالع الناحيه الثانيه، مفيش تغيير في الاشاره بتاعت الخارج بتاع ده، يبقى مباشره انا امسح سامنج دي واحط سهم واحد، سهم واحد كده. وفي حاجه ثانيه، ان انا عندي الاثنين دول اللي هو المسار ده والمسار ده ليهم نفس الانبوت، الاثنين رايحين على نفس السامنج بوينت، يبقى هجمعهم جمع جبري. بس ركز معايا كده، هترجع الفيدباك بالسالب ولا الموجب؟ لو انت هترجع الفيدباك بالسالب، الواحد على جي 6 راجع بالموجب، اخدها بعكس الاشاره، الاثنين بتاع المسار ده واحد، الواحد راجع بالسالب يبقى باخده بعكس الاشاره يبقى موجب، يبقى ده ناتج مين؟ المحصله بتاعتي. والفيدباك بالسالب، مسحنا السامنج وحطينا سهم واختصرنا دي، اختصرنا دي وخلينا الفيدباك عندي بالسالب ما تغلطش. بقي ده عباره عن كلوزد لوب طبيعي. الكلوزد لوب اللي هنا ده ممكن اختصره الفورورد، وادي الفيدباك اللي هي الاتش، يبقى الفورورد على واحد عكس الاشاره، الفورورد في الفيدباك. تختصر دي طبعا هتطلع بالشكل ده. ده ابسط شكل عندي للبلوك الاساسي، ده ابسط شكل عندي، ما اقدرش اختزل اكتر من كده. عندي 2 انبوت ناحيه الشمال و2 اوتبوت ناحيه اليمين، ما اقدرش احول البلوك ده لسنجل بلوك تمام، لان هو مالتي انبوت مالتي اوت. نركز مع بعض في المطلوب. هو طالب ايه؟ طالب سيتا 22 على سيتا 11، سيتا 22 على سيتا 11. طول ما السيستم عندك مالتي انبوت يبقى لازم اطبق نظريه السوبر بوزيشن. سوبر بوزيشن ان انا اطفي واحد واشغل واحد. هو محتاج مين؟ محتاج سيتا 22 على سيتا 11. طب وسيتا 12 فين؟ يبقى هفصلها اخليها بزيرو. طول ما هو طالب سيتا 22 على احد الدخول، يبقى الدخل المطلوب اسيبه زي ما هو، والدخل الثاني اخليه بزيرو، يبقى انا مضطر افصل سيتا 12 اخليها بزيرو. لما تعوض دي بزيرو داخل على السامنج، يبقى دي هتبقى زيرو داخل على السامنج، مفيش تاثير، يبقى الاشاره دي داخله بالموجب وطالعه هنا، يبقى الاشاره دي ممكن اسحبها مباشره وادخلها على البلوك كده. يلا كده
انت عايز سيتا 22 على سيتا 11، يعني مين الانبوت سيتا 11، مين الاوتبوت سيتا 22، يعني هتحرك من الانبوت للاوتبوت، يعني هتحرك من سيتا 11 لسيتا 22. اوصل لها ازاي؟ امشي على البلوك ده، البلوك ده، البلوك ده، هوصل لسيتا 22. مشيت على 3 بلوك سيريز، يبقى 3 بلوك يتضربوا في بعض، يبقى هضرب الثلاثه بلوك في بعض يديني الخارجه المطلوب او ترانسفير فانكشن المطلوب، ده اسمه مطلوب فرعي. على نفس المساله، هي المساله كده خلصت، على نفس المساله لو انا طالب سيتا 21 على سيتا 11، لو انا طالب سيتا 21 على سيتا 11 على نفس الخطوات، يبقى السيتا 12 كانت موجوده في الاول، افصلها واخليها بزيرو، هتلقى الشكل يطلع بالشكل ده. يلا كده انا عايز سيتا 21 على سيتا 11، سيتا 21 على سيتا 11، مين الداخل؟ سيتا 11 اللي هو في المقام، الخارج سيتا 21، يبقى اتحرك من سيتا 11 لسيتا 21، هتحرك من سيتا 11 هعدي على البلوك اوصل لسيتا 21، يبقى دي الترانسفير فانكشن عندي، يبقى هي دي الوحيده الموجوده في سيتا 21 على سيتا 11. طبعا هنا انا عشان اجيب سيتا 22 على سيتا 11 هيطلع الشكل ده، هختصر، انا اختصرته في السلايد هنا. نروح لنفس المساله، انا المره دي عايز الاوتبوتس على سيتا 12، نبدا مع بعض، انا عايز سيتا 22 على سيتا 12، سيتا 22 على سيتا 12، سيتا 12 يبقى ده انبوت مطلوب، اروح افصل الانبوت الثاني اللي هو سيتا 11 اخليه بكام؟ بزيرو، اخلي الانبوت ده بزيرو، لما يتضرب في البلوك خارج البلوك ده يطلع ايه؟ يطلع زيرو، مش الراجع ده هنا عباره عن زيرو؟ زيرو اهو، اضربه في البلوك ده يبقى الخارج هنا عباره عن ايه؟ زيرو، يعني ما فيش تاثير للسهم اللي هنا ده، خارج النقطه دي ما فيش تاثير ليه، يبقى سيتا 12 داخله بالموجب اهي مباشره، وقلنا في زيرو من جاي من فوق، يبقى هي سيتا 12 بس اللي هتبقى داخله على البلوك ده طالعه لسيتا 22. انا هتحرك من سيتا 12 لسيتا 22، من الانبوت للاوتبوت، يبقى من سيتا 12 لسيتا 22 هتحرك كده، هل ما فيش غير البلوك ده؟ تمام، ليه عملت كده؟ عشان اصلا السهم الثاني اللي جاي من فوق اللي داخل على سامنج بزيرو، يبقى هيبقى عندي سيتا 22 على سيتا 12 تطلع بالشكل ده. لو انا عايز سيتا 21 على سيتا 12 اعمل ايه؟ يبقى اخلي سيتا 11 بزيرو. لو انا عايز سيتا 21 على سيتا 12، يعني سيتا 12 هي الدخل المطلوب، اخلي الدخل الثاني بزيرو، يبقى هتحرك من سيتا 12 لسيتا 21، هتتحرك كده كده كده، يبقى ترانسفير فانكشن دي غلط. ليه؟ الاسهم مقلوبة، انا قلت بتحرك من الانبوت للاوتبوت، ركز معايا كده، لما انا كنت طالب سيتا 22 على سيتا 12 اتحركت من سيتا 12 لسيتا 22، اتحركت كده، السهم داخل اهو للبلوك، السهم طالع من البلوك، لكن لما انا اروح من سيتا 12 لسيتا 21 مفيش سهم يطلعني فوق، مفيش سهم يطلعني فوق، طول ما فيش سهم يطلعني فوق يبقى الترانسفير فانكشن بزيرو مش موجودة. طول ما انا عايز سيتا 12 لغاية سيتا 21 هتحرك من هنا، المفروض السهم يبقى لفوق كده ورايح للخارج، مفيش السهم ده مش موجود، يبقى وقتها الناتج يطلع بزيرو. واصلا انت لو بصيت سيتا 21 على سيتا 12، اصلا سيتا 21 بكام؟ بزيرو، على سيتا 12 زيرو، على سيتا 12 يطلع زيرو في الاخر. وبكده فيديو النهارده انتهى، وبكده انهينا امثله كتير خاصه بالبلوك دايجرام ريدكشن. طبعا لو عندكم اي اسئله استفسارات سيبوها لنا على هيئه التعليقات اسفل الفيديو، ما تنسوش اللايك والكومنت والشير، وشكرا جزيلا. Thank you.